عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن هذا اليوم قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد أن ترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى أعمال القمتين الطارئتين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية والدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامي والتي عقدت في مكة المكرمة. وكان في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله قاعدة الصخير الجوية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وكان صاحب الجلالة قد غادر المملكة العربية السعودية بحفظ الله ورعايته في وقت سابق اليوم من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. وقد بعث جلالة الملك المفدى برقية شكر وتقدير إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة رعاه الله. هذا نصها: أخينا العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يطيب لنا ونحن نغادر مكة المكرمة بعد انتهاء أعمال القمتين الطارئتين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية وأعمال الدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامي أن نعبر لكم عن خالص شكرنا لما حظينا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الوفادة، مؤكدين عميق اعتزازنا بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين على المستويات كافة، مؤكدين عميق تقديرنا لجهودكم الدؤوبة ودوركم الكبير وإسهاماتكم الرائدة والمتواصلة في حماية الأمن القومي العربي وتطوير أطر التعاون الإسلامي المشترك وتعزيز المصالح العربية والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية بمختلف المحافل الدولية وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع ودعم الجهود التنموية على الساحتين الإقليمية والدولية بما لمملكة العربية السعودية من مكانة استراتيجية كبيرة وما لها ثقل مهم على مختلف الأصعدة والمستويات، مثمنين رعايتكم الكريمة لهذه القمم وقيادتكم الحكيمة للعمل العربي والإسلامي في هذه المرحلة المهمة وما طرحتموه من رؤى كان لها أطيب الأثر في نجاح هذه القمم والتوصل لنتائج تلبي تطلعات دولنا العربية والإسلامية في مزيد من التقدم والازدهار لدولنا وشعوبنا، سائلين المولى عز وجل أن يمتعكم بمنفور الصحة والعافية وأن يسدد على طريق الخير خطاكم وأن يديم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق الاستقرار والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين.